محمد صلاح يمشي الآن لتنفيذ الركلة الأولى. قد تكون الركلة الأولى هي الأهم، ورغم الضغط الكبير يتفوق على الحارس، يضع الكرة في المرمى. الله، كرة في منتهى الروعة، خدها الحارس بطريقة بارعة، لعب الكرة في الاتجاه الآخر. والآن الدور على كريستيانو رونالدو. الكرة في المرمى، النتيجة 1-1. بداية جيدة وركلة جميلة لتصبح النتيجة التعادل 1-1. كرة ملعوبة في الجانب الأيسر من المرمى، ثقة واضحة عليه، وكرة في منتهى الروعة. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدأ أنه مستحيل التصدي لها. ضربة مذهلة، ثم مع الثالث الآن التعادل 3-3. الدور على لاعب رابع لتنفيذ الركلة. ارتمى الحارس في الاتجاه المعاكس بثقة كبيرة، تفوق على حارس المرمى. الله، ينجح في التسجيل بسهولة كبيرة. بعض المدربين يضع أهم لاعب في الركلة الخامسة، اللاعب الخامس تقدم وسددها بكل ثقة. هذه ركلة جزائية مذهلة. النصر السعودي، هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟ سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. يتقدم اللاعب السادس، أرسل الحارس إلى الاتجاه الآخر. روعة في التنفيذ، حارس في جهة، الكرة في الجهة الأخرى. هدف، ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. وقت اللاعب السابع، يلعبها في الجانب الأيمن. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى. النصر السعودي، لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. يلعبها في الجانب الأيسر، يا سلام، تنفيذ رائع، الكرة في زاوية، الحارس في الأخرى. النصر السعودي، لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. وهدف، ويقفز الجمهور من الفرح. سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراعة. الكرة في زاوية، والحارس في زاوية أخرى، وركلة رائعة. النصر السعودي، هل هي كرة التعادل أم الخسارة؟ سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. جاء دور الركلة العاشرة، اللاعب العاشر تقدم وسددها بكل ثقة. هذه ركلة جزائية مذهلة. النصر السعودي، عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ. هدف، ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. دراما كروية، كيف ستنتهي مع اللاعب الأخير في قائمة اللاعبين؟ توقع صحيح من الحارس، كان بالإمكان أفضل مما كان. النصر السعودي، لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. محمد صلاح، عيون على حارس المرمى قبل تسديد الركلة، ينجح في أن يخدع الحارس، يسجل هدف. يا لعيب، لمسة كانت رائعة، الحارس ذهب إلى زاوية والكرة في الأخرى. هدف، ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. محمد صلاح،
يتقدم لتسديد الركلة الترجيحية، يبدو أن بثقة عالية، والكرة إلى الجانب الأيمن، ثقة واضحة عليه وكرة في منتهى الروعة. النصر السعودي عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. النصر السعودي، هل هي كرة التعادل أم سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله؟ يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات، كرة في المرمى. النصر السعودي لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. النصر السعودي عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ، وهدف، ويقفز الجمهور من الفرح. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بداري أنه مستحيل التصدي لها. محمد صلاح يحاول أن يلعب بأعصاب الحارس قبل تسديد ركلته. الكرة في زاوية، والحارس في زاوية أخرى، وركلة رائعة. النصر السعودي، هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟ النصر السعودي لو ضيع هذه الكرة سينتهي. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. بثقة كبيرة تفوق على حارس المرمى، وكرة في القائم. لعبها ببراعة كبيرة، لكن إطار المرمى كان عنده رأي آخر. محمد صلاح عليه منع هذه الركلة من أن تصل. يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه. هذه كرة الاطمئنان، روعة في التنفيذ. حارس في جهة، الكرة في الجهة الأخرى. النصر السعودي، هل هي كرة التعادل أم الخسارة؟ سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. محمد صلاح يتقدم لتسديد ركلة الترجيح. الله، ينجح في التسجيل بسهولة كبيرة. الله، كرة في منتهى الروعة، خدع الحارس بطريقة بارعة. لعب الهدف، ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. والآن الدور على محمد صلاح. أرسل الحارس إلى الاتجاه الآخر. يا سلام، تنفيذ رائع. الكرة في زاوية، الحارس في الأخرى. سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. محمد صلاح يتقدم لتسديد الركلة الترجيحية، يبدو أنها بثقة. أوه، الكرة تصطدم في القائم، كانت على بعد سنتيمترات بسيطة جدا من أن تكون في المرمى، لكنها اصطدمت في خشبات المرمى. أوه، كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. ضربة مذهلة. النصر السعودي عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. النصر السعودي عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على وهدف، ويقفز الجمهور من الفرح. محمد صلاح عيون على حارس المرمى قبل تسديد الركلة، يلعبها في الجانب الأيمن. ثقة واضحة عليه وكرة في منتهى الروعة. كرة أخيرة تهدي الفوز للفريق. مع عدم توفر أي فرصة لتحقيق الفوز، ما عندنا حل آخر إلا ركلات الترجيح. لا توجد إثارة مثل إثارة